طبعا بعد ما عملنا اللوفت الجديد ونقلنا فيه الحمام، سيبنا فيه الحمام يومين علشان يتعود عليه. وبعد كده لما جينا نطيره لقينا ان الجو كله مطرة وهوا شديد، فحبسناه يومين تاني على بال ما الجو يتظبط. طبعا زي ما انتم شايفين احنا مغطينه بالمشمع لان في مطرة ولازم نحمي الحمام في الشتاء من البرد. بصوا كده لما جينا نطيره، ده تحديق هسيبه لهم في ارض البلكونة. بصوا دي المية البيتة، علشان دايما بتكلم فيها لان هي مهمة جدا. دي بيتة من بالليل بس، يعني مش قاعدة اليوم كله، مجرد بالليل. بصوا بيجي عليها الصبح عاملة ازاي، حمام اللي يشربها يتعب على طول. عشان كده دايما بقول ما تخليش المية قدام الحمام باستمرار الا لو ضامن ان هي تبقى نظيفة. طبعا انا هغطيها بالتحديق دوت عشان ما يشربش منها. الحمام يا جماعة ما بيشربش 24 ساعة، يعني ما بيقعدش رايح جاي على المية، هو بيشرب ساعة الكلفة بس. المهم فتحنا الباب، طبعا دي اول مرة نفتح لهم. الكلام ده بعد ما شلنا منهم الشوية الكبار اللي بيركنوا، دول الصغيرين اللي كانوا بيطيروا بس لسه مفركشين ومعاهم الزغاليل الجديدة. هنشوف كده ان شاء الله هيطلعوا ازاي من العين وهيتعودوا على اللوفت ولا لا. دي اول مرة نفتح لهم. طبعا زي ما انتم شايفين هم مش عايزين يطلعوا لان هم خايفين، بيبقوا حاجة لسه مش عارفين في ايه. فانا طبعا قلت اسيبهم شوية. هم زي ما انتم شايفين اللي احنا قلنا عليهم، زغاليل طايرة وزغاليل صغيرة لسه. التلاتة اللي تحت دول صغيرين معاهم الزغلول التنين. طبعا سايبينهم وقت كبير مش عايزين يطلعوا، خايفين طبعا. شوفوا هنعمل معاهم ايه علشان نطلعهم دلوقتي. حتى اني حاولت اطلع زغلول بايدي، قلت اطلع زغلول التنين. بصوا داخل يجري بسرعة لان هو خايف، فلازم اسحبه بحاجة ان هو يبقى طالع براحته. فقلت احط لهم شوية كلفة على الارض قدام فتحة الباب بالظبط. زي ما انتم شايفين حطيت شوية الكلفة وقلت اكيد الحمام هيطلع عليها. لان عايز الحمام يطلع براحته علشان يعرف ان هو في مكانه مش في مكان غريب. بعد طبعا وقت كبير، عدى وقت، بدأ الحمام يقرب على الكلفة وياخد باله. طبعا زي ما انتم شايفين الزغلول بياكل من جوه. شايفين كده بدأ الزغلول يطلع بره اهو. ده من الزغاليل اللي كانت طايرة، علشان كده بصوا أول ما طلع راح طالع على الصورة على طول. والفرد اللي معاه برضه دوت اللي فيه دماغه بيضة وعشرة أبيض من الزغاليل اللي كانت طايرة. طبعا هما كده أول ما طلعوا عرفوا إن هما في مكانهم، يعني زي واحد اطمن إن هو في مكانه. لكن طبعا الشكل اختلف، السلكات اللي اتشالت واللوفت اللي اتعمل، فلسه برضه يبصوا ياخدوا بالهم واحدة واحدة. لأن أنت الحمام لو بتربيه في نفس المكان وبتغير من عين لعين بياخد وقت على بال ما يتعود عليها. طبعا وبعد شويه زي ما انتم شايفين بقيه الزغاليل طلعت، الزغاليل الصغيره والكبيره والزغلول التنين كله طلع خلاص. حطيت لهم شويه كلفه خفيفه على جنب بحيث ان هم برضو يقعدوا يثبتوا في المكان لان هم بيبقوا جعانين، ودي زغاليل صغيره لسه، فلازم تثبت في المكان علشان اكتر حاجه هتثبتها الاكل والميه. بعد شويه زي ما انتم شايفين الزغاليل الصغيره هم الثلاثه في الارض بياكلوا معاهم الزغلول التنين. تعالوا نبص كده الزغاليل الكبيره راحت فين. اهم شايفين في اخر الدنيا هناك اهو، اهو الزغلول بيرفرف اهو. زي ما انتم شايفين طبعا قعدوا فوق السطح وتشمسوا وكل حاجه. كده احنا اطمنا ان هم اتعودوا على المكان، بس فاضل حاجه واحده ان هم ينزلوا، يبقى اتعودوا على الطلعه وعلى النزله. دي اهم حاجه طبعا في اللوفت الجديد. بعد شويه بنبص لانهم كانوا طايرين طبعا، بس انا ما شفتهمش لما طاروا لان مش هقدر اقعد مراقبهم على طول. اهم زي ما انتم شايفين كانوا طايرين وراجعين اهو. طبعا هو اهم حاجه في الفيديو ده ان هم يعرفوا يطلعوا ويدخلوا في مكانهم الجديد. طبعا الطيران بعد كده ان شاء الله هيجي واحده واحده، والتدريب زي ما احنا قلنا عايزين نكملهم باذن الله 20 زغلول علشان نقدر نرميهم مره واحده وندربهم مره واحده، لان شغل الثلاث اربع زغاليل ده مش هينفع. طبعا دول بيتدشروا مفيش مشكله، مش هيحصل لهم حاجه لان التانيين برضو ما راحوش ركنوا في مكان،
فحتى لو طلعوا معاهم مش هيحصل حاجة ان شاء الله، يعني مش هينطروهم لان دول كده كده لسه صغيرين، بحيث ان احنا ضمناهم ليهم يبقوا ان شاء الله 7 زغاليل طايرين، لان مش هنطيرهم مع التانيين، هنطيرهم لوحدهم ان شاء الله ونكمل عليهم. طبعا زي ما انتم شايفين الزغاليل هي بتطير، الزغاليل دي كانت محبوسة اكتر من اسبوعين، فعلشان كده احنا بس النهاردة يتعودوا على المكان، وهيبدأ بعد كده ان هم باذن الله يطيروا ونشوهم واحدة واحدة علشان نبدأ نرميهم بعد كده باذن الله. هم بينزلوا في المكان الحمد لله احسن من التانيين. خلونا بقى نشوف الرجعة بتاعتهم وهم راجعين ان شاء الله. احنا بس عايزين نطمن ان هم هيعرفوا يدخلوا في مكانهم كويس. زي ما انتوا شايفين بدأوا ينزلوا واحدة واحدة، لان طبعا يعتبر المكان غريب عليهم برضو، مش متعودين على الشكل الجديد ده. شوفوا هم واقفين فوق اللفت وبيبصوا على المكان، لان هنا كانت السلاكة. طبعا ده المشمع احنا تنيناه بس شوية لفوق علشان لو في مطر في اي وقت، وعلشان بالليل بننزله على اللفت علشان التدفئة، لان بالليل طبعا تبقى برد شديد. قد الحمام زي ما انتم شايفين، الزغاليل الكبيرة فوق اللفت والصغيرة تحت على الارض. مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده، هوريكم بس لحظة التحبيس ونقفل الفيديو ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين هم نزلوا في الارض معاهم كله مع بعض دلوقتي اهو. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما نزلوا بعد شوية بدأوا يطلعوا تاني، يعني هم كده بدأوا يطلعوا وينزلوا، حفظوا المكان خلاص. هو في يوم واحد الحمد لله تمام، طلعوا ونزلوا زي الفل مفيش مشاكل كده، فاضل التحبيس بس. طبعا ببص بعد شويه قبل ما احبسهم لقيتهم زي ما انتم شايفين قاعدين كأنهم بيستحموا حوالين المسقه بتاعت الميه. الحاجات دي كلها بتحبب الحمام في المكان، ان هو بيتعود على المكان ما يخافش منه ولا يجري منه. في وقت زي كده تحاول ان محدش يزعجهم بحيث ما يخافوش، ما يطلعوش يجروا على السور ويتنتروا ويمشوا. اهم حاجه دي بتنفع بعدين لما الحمام يكبر ويبدا يتدرب. بصوا بقى كده لحظة التحديث، ادي الزغاليل واقفة تحت اهي. طبعا انا في علبة فيها شوية ذرة على شوية زلط بشخلل لهم بيها، فبينزلوا يعني متعورين على الصوت ده، ان كده يبقى ده وقت الاكل، فلازم الحمام كله يجمع. بصوا كده الحمام هيبدا ينزل ازاي. خلاص طالما شافني بحط الاكل وسمع الصوت دوت لازم ينزل بسرعه اهو. الحمد لله كده نزل تمام، دخل من الباب زي الفل ما شاء الله عليهم كده تمام. هم وادي اخر زغلول النازله مرتاحه على الباب على طول. تحياتي لكم جميعا، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.